نفس الوقت أكو من المفاصائل المسلحة مشاركين بالعملية السياسية، وهذا التصرف يضرب العملية السياسية. شوف التناقض يا أستاذ عدي، اليوم موجودين أخوان بالفصائل المسلحة مشتركين بالعملية السياسية، ومنهم بالبرلمان موجودين زين، ومنهم بوزارات وغيرها وغيرها. اليوم أنت لما تضرب من العراق، اليوم أنت ضربت العملية السياسية وأنت جزء من عدها. صح. طيب. يجون يحاسبوا يقول لك تعال يا عمي أنت يا حكومة عراقية، دولة عندك برلمانيين ودولة عندك وزراء من نفس الفصيل وجاي يضربونا. الشيخ مصطفى، احنا لازم نرد حق الرد. أنا هيك اكو رؤيه هسه اليوم تقول لك الى انه انت هيك ممكن الى انه النار راح تجينا اذا صارت اكو ضربات من العراق، او اذا ما صارت هيك الدور جاي على على الفصائل. لا بالعراق. ما جاي عليك. شلون؟ لا لا لا، اذا سد الباب، اذا سد الباب ما طب لك النار، بس اذا فاتح الباب وطالق احجار على على جسمه انت دا تواجه الوحش راح يجيك. كيان توسعي ما يوقف بمكان. منو قال لك ما يوقف؟ انت يوم انت شلون يعني يا سالعود، احنا اذا ما دقوا باب نروح عند باب وانت عارف ضربونا. أنا أريد أوقفهم، أريد أدبهم، أريد أردعهم، أروح عندي ساحة مفتوحة وجبهة وما حد يقول لك ليش ضربت، وتخلي بلدي بأمان. طيب. وبأمن وريح شعبي وما أجيب الأذية ولا أسوي إهانة للخرق الحدود العراقية ولا لش اسمه، يعني الأمور هاي كلها جنبها البلدي. إذا أنا كنت صحيح محافظ على الشعب العراقي وأحب البلد وما أريد أوديه للهاوية. اليوم إحنا داخلين إذا تريد كمعادلة بين القوة العسكرية العراقية والقوة الإسرائيلية الكيان الصهيوني أو أمريكا باعتبارها حليفة، ماكو مقارنة يا أستاذ عدي. طيب. هسه من هناك من أمريكا يدوسون دقمة ويوقفون لك ذنب 16 طوكيا إنه الدبابات